أهلا ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في برنامج استوديو الإخبارية. نبدأ حلقتنا هذا اليوم بفقرة أخبار المناطق. الخبر الأول نعلق عليه: مجلس الوزراء يكلف وزارة الإسكان بإعداد وتنفيذ برنامج لضمان دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن. حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون ضيفنا الكريم مستشار وزير الإسكان المشرف على برنامج إيجار وهو المهندس محمد البطي. مرحبا بك مهندس محمد. أهلا وسهلا. مرحبا بك مهندس محمد، احنا نبغى ناخذ منك يعني تفاصيل اوسع حول هذا الخبر. شكرا لك. اولا نشكركم للاستضافه، كما نثنن لمجلس الوزراء بقياده خادم الحرمين الشريفين هذا القرار وهذا الدعم غير مستغرب حقيقه في سبيل توفير بيئه اسكانيه متوازنه ومستدامه. حقيقه يعني هذا القرار يصب بشكل كبير في تنظيم قطاع الإيجار. نعم. كما تعلمون أن نسبة التملك حاليا 47% ونهدف إلى رفعها إلى 52% في عام 2020، لذلك في نسبة كبيرة تسكن في قطاع إيجار. نعم. وهذا القرار يتواكب مع رؤية المملكة 2030 لمجتمع حيوي بنيانه متين. نعم. هذا القرار يعد رافد للقرار رقم 131 لعام 1435 القاضي بإنشاء الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار. طبعا الهدف من الشبكة تيسير التعاملات الإيجارية وتعزيز الثقة بين أطرافها. أقدر أقول لك القرار يعني له هدفين رئيسيين الآن، هدف اجتماعي وهو تقليل حالات إخلاء المساكن للمستأجرين الغير قادرين على السداد ظروف القاهرة. نعم. وهدف تنموي وهو تشجيع الاستثمار في قطاع إيجار المساكن مما يساعد على بناء أو بناء وحدات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. نعم جميل، لكن إذا ما أردنا أن نطلع على تفاصيل أوسع حول هذا البرنامج، يعني من هم الفئات المستفيدة في البداية؟ طبعا القرار وضح الفئات المستفيدة من الدعم أو ضمان دعم المستأجرين غير القادرين على السداد، اللي هم أن يكون سعودي غير قادر على سداد الأجرة إما لوفاة أو مرض أو سجن أو ضعف قدرة مادية. طبعا هذا القرار أعطى إشارة بدء لوزارة الإسكان بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية الأخرى للتعامل مع هذه الحالات. مثل ما هي هذه الوزارة؟ مثلا وزارة الشؤون الاجتماعية أم ماذا؟ وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة المالية، وأمارات المناطق، المحافظات، تكون هناك لجان للتعامل مع مثل هذه الحالات وتمول مما يخصص لها من إعانات ومن ميزانية الدولة ومن هبات ومن الأوقاف. طبعا ستدرس الحالات، ستكون هناك لائحة أو تنظيم للحالات المستحقة. الهدف الرئيسي أن المستأجرين الغير قادرين على السداد نعمل جاهدين أنهم ما يكون في إخلاء لهم، يكونون في يدعم الإيجار لهم. هذا بالنسبة لهم ظروف طارئة. أما بالنسبة للمتهربين أو المماطلين على السداد فيطبق بحقهم نظام التنفيذ، سيتم طبعا التعامل معهم، والهدف من ذلك ضبط السوق. كيف سيتم التعامل مع يعني المتهربين المماطلين عن السداد؟ هل في استراتيجيه معينه وضعتها الوزاره للتعامل مع هذه الحالات؟ طبعا القرار 131 بانشاء الشبكه الفقره السادسه من القرار انه تعتبر عقود الايجار بمثابه سندات تنفيذيه. عقود الإيجار الصادر عن طريق الشبكة ستعتبر سندات تنفيذية. في حال ثبوت التهرب عن السداد سيتم تطبيق نظام التنفيذ بحق المستأجر المتهرب، لكن نحن سندرس الحالات مسبقا وبالتنسيق زي مع اللجان التي ستكون في المناطق والمحافظات للتأكد من حاجة أو من عدم القدرة. سيكون هدفنا تقليل حالات الإخلاء بقدر ما نستطيع.
نعم، لكن متى سيطبق القرار فعليا؟ طبعا بالنسبة للقرار هو مرتبط زي ما قلت لك في ورافد للقرار 131. نعم. طبعا بيانات الشبكة إن شاء الله، يعني بيانات الشبكة راح ندرسها، وبالتالي ستنتج وتتضح لنا الحالات الغير قادمين على السداد. طبعا سيكون هناك سلوك وسجل ائتماني للمؤجر والمستاجر، ومع الوقت سنعرف هذه الحالات. المرحلة الأولى هنا راح تكون تسجيل عقود الإيجار عن طريق الشبكة، والقرار ولله الحمد صدر بإلزام الوسطاء العقاريين بتسجيل عقود الإيجار إلكترونيا في الشبكة، وهذا سيساعدنا بشكل كبير في معرفة الحالات المستحقة إن شاء الله. إن شاء الله سيتم إن شاء الله تفعيل النظام في الأشهر القليلة القادمة إن شاء الله، وإعداد اللوائح الخاصة بدعم الغير قادرين على السداد بحول الله. نعم، شكرا لك مستشار وزير الإسكان المشرف على برنامج إيجار المهندس محمد البطي، شكرا جزيلا على مداخلتك. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى الخبر الثاني. مدير حرس الحدود يتفقد المرابطين بنجران ويتناول الإفطار معهم. للتعليق على هذا الخبر معنا متعب العواد وهو كاتب صحفي. مرحبا بك أستاذ متعب. أهلا مرحبتين دكتورة. أستاذ متعب، يعني ما تعليقك على هذه الخبر؟ يعني رأيك في هذه اللفتة؟ أعتقد أنه يعني الحمد لله يعني في أرض الرسالة وفي أرض الحرمين الشريفين دائما أعتقد أنه رجال الأمن متعودين على تواجد القيادة الأمنية، متواجدين على القيادة العليا في كلهم في قطاع، سواء حرس الحدود أو القطاعات الأخرى، وزارة الدفاع، الحرس الوطني. أنا أعتقد أنها رسالة عظيمة جدا، واليوم تواجد سعادة مدير الحرس الحدود مع جنوده، أعتقد أنها أكبر رسالة لحماية الدين والوطن وطلاب الشهادة في السر والعلن. أعتقد أنها يعني كانت تعزيز لنفسيات الأمن البواسل، وأعتقد أنهم أكبر رسالة في 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 حراسة أكبر بلد. نعم. إسلامي. نعم. أعتقد أنه هذا كله رسالة واضحة لجنودنا البواسل، يعني رسالة للمجتمع. نعم، لكن أستاذ متعب، يعني لو سألتك، دائما ما يشعر المواطنين بالامتنان حيال جنودنا، يعني حراس الحدود، ما هي الرسالة التي تود أن تقولها أو توصلها من خلال هذا المنبر في يعني للمجتمع؟ كيف يدعم المجتمع هؤلاء؟ يجب أنهم يدركون أنهم أمامنا قمم وحماة، أمامنا رجال يتربصون لكل خائن. هم حماية دين ووطن، هم حراس شرف وفضيلة، هم دفاع عن الدين، هم حماية وطن، هدفهم استراتيجيتهم أمن المواطن. رجال الأمن البواسل يعني الكل ممتن ومقدر لما يقدمونه. أنا أعتقد أنه الأمن غاية كل بلد، فكيف في بلد مثل المملكة العربية السعودية، البلد القائد في منطقة الشرق الأوسط، البلد القائد دينيا، البلد القائد جغرافيا، البلد القائد في حضارات متعددة. أنا أعتقد أنه رجال الأمن، كل رجل أمن ممتن لهذا البلد، والوطن ممتن لهؤلاء رجال الأمن. أنا أعتقد أنه الجميع ممتن لهذا، لكن المجتمع السعودي أنا أعتقد دائما وفي، دائما يقدر القيادات والهامات والقمم من أصغر جندي إلى أعلى رتبة عسكرية. أنا أعتقد الجميع ممتن لهذا الوطن، ونتوقع يعني صناعة القدوات متواجدة في وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملك الأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي، الرجل يعمل ليلا نهار في تكوين قدرات عالية جدا في هذا الوطن. أعتقد أنه اليوم حرس الأمن الحدود جزء لا يتجزأ من وزارة الدفاع، جزء لا يتجزأ من حرس الوطني. أنا أعتقد المجتمع السعودي بشكل كامل دائما واعتباراته حاضرة في أمن الوطن خط أحمر.
نشاهد دكتور في وسائل التواصل الاجتماعي شباب متفاعلين مع رجال الأمن في التقاط صور الإفطار في شهر فضيل، الجميع يعمل لأجل هذا الوطن. نعم. أعتقد أنه الحمد لله يعني دائما نكون حريصين، هذه اللبنة الكبيرة التي وضعها الملك عبد العزيز يرحمه الله وطيب الله ترى، أن الآن نشاهد أبناؤنا أو جنودنا البواسل دائما نعم. متواجدين في جميع استراتيجيات الحدود السعودية. نعم. أنا أعتقد أنه هذا أكبر وأعظم رسالة دكتورة. شكرا لك الأستاذ متعب العواد كاتب صحفي، شكرا لك على مداخلتك، يعطيك العافية. أما الآن أعزائنا المشاهدين فننتقل إلى الخبر الثالث. مؤسسة النقد تبحث تطبيق برنامج يربط بين سجلات الحوادث وأسعار تأمين المركبات. معنا للتعليق على هذا الخبر الأستاذ هاشم المهنا وهو كاتب صحفي. مرحبا بك أستاذ هشام. السلام عليكم، مرحبا بكم، شكرا على الاستضافة. أستاذ هشام، يعني تعليقك على هذا الخبر، يعني البرنامج الذي يربط بين سجلات الحوادث وأسعار تأمين المركبات، هل من الممكن أن يخلق فارق في قضية التأمين، يخفض النسبة عن فئة، يعني فئة الذين يتسببون بحوادث أكثر من غيرهم؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا بالنسبة للإجراء هذا جدا صحي يا أختي لعدد من الأسباب. المقام الأول، إذا ما أخذنا الأرقام من جهة اقتصادية، أنه عندنا أنت تتحدثين أنه عدد الوثائق في المركبات شركات التأمين اللي تقدم خدمات التأمين في المملكة العربية السعودية، يعني عملها الأساسي تتحدثين عن 90% تستقبل أموال لتأمين أو تقوم بتأمين المركبات. طبعا عندنا عدد من التأمين، حماية وإدخار مركبات، حوادث مسؤوليات، ممتلكات، تأمين على الطيران والطاقة وما إلى ذلك. فإذا أخذنا قطاع المركبات والحوادث في المملكة العربية السعودية، رقم مفجع جدا. أنت تتحدثين عن 92% من فافي الاكتتابات اللي تتحصل عليها الشركات من التأمين تدفع تعويضات على الحوادث. نعم. هذا بالنسبة للشركات. للشركات تتحدثين، نعم، هذه حسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي بنهاية الربع الأول من العام الجاري. نعم. تتحدثين عن 3,631,000,000 في ربع واحد. هذا صافي الأقساط المكتتبة، بمعنى آخر هذا صافي اللي تحصلوه الشركات التأمينية من قيمة التأمين على الحوادث أو المركبات. طيب، لا بس يعني أستاذ هشام، يعني خلينا نفهم بس طيب، عشان نفهم. أنت تقول أنها 92، يعني هل كثرة الحوادث مثلا تضر شركة شركة التأمين؟ يعني هل يبرر لها مثلا أن ترفع قيمة التأمين إلى هذه الدرجة؟ نبغى نفهم الموضوع هذا. نعم. طيب، احنا خلينا من نطلع من نطاق او حلقه ضيقه حقت انه يرفعون الاسعار او لا يرفعون. انا اعطيك من خلال خبره وتجربه وقائم على قطاع التامين او نعم. تحليله من وجهه اقتصاديه وماليه في البلد. نعم. هذا قطاع داعم للبلد. انت تتحدثين، انا ليش اعطيتك الارقام هذه، انه التامين في المملكه العربيه السعوديه، انت تتحدثين اغلب التامين موجه رقم واحد على المركبات. نعم. يعني فاق التعليم على الصحه، هذا بخلاف جميع دول العالم. في دول العالم المتقدمة التأمين على التعليم والصحة يأتي في المقام الأول، وما يسمى بالتأمين على الحياة والممتلكات وما لا يخير. نعم. في المملكة العربية السعودية القاعدة أو الهرم مقلوب وهو المركبات. نعم. تتحدثين عن 60% من اللي يقودون هؤلاء المركبات شباب، نسبة المخاطرة عندهم عالية، نسبة السرعات وما السرعات، وانت تتحدثين عن مواصفات ومقاييس، هندسة طرق مرورية، في من عدد من العوامل زادت ورفعت من حدة مطالبات شركات التأمين. فبالتالي شركة التأمين هم مساهمين في النهاية، رجال أعمال. نعم. وشركات أجنبية، فأنت ما ترضينهم في النهاية أنهم يخسرون. للأسف الدراسات، ما يسمى بالدراسات الإكتوارية، هذه دراسات يا أختي خبراء على مستوى العالم عدد قليل جدا. إيش معناها؟ أو عشان المواطن البسيط يفهمها، هؤلاء يجمعون أقساط التأمين ويستثمرون في سندات وأسواق عالمية بعوائد ثابتة. نعم. بحيث أنه لا سمح الله في حالة حدوث أو وقع حدوث شيء وأنت ترجعين لمرجعك أو للشركة التي أمنت لديها، يكون في فائض من التأمين
يدفعون لك ما دفعتي. نعم. الآن لما تتحدثين عن مثلا احنا نطبق الشريعة الإسلامية القضاء السعودي. نعم. أقل حادث نعم تفضل. لما تتحدثين أن المملكة العربية السعودية وبإعلام من وزارة الداخلية وبحملات تقودها الحكومة شبابنا جالس يبيع، أنت تتحدثين عن أرقام مفجعة اللي يموتون في فلسطين وفي بعض الحروب اللي في منطقتنا، شوارعنا في مناطقنا يفوق عدد الوفيات وإصابات، هذا يكلف الدولة قطاع صحي، مستشفيات، مراكز طوارئ. طيب وش طيب ما هو الجانب نعم لكن وش الجانب الإيجابي؟ أنت قلت أنها خطوة جدا جميلة، من وين تبدأ الإيجابية في هذا القرار؟ نعم طيب، أول قبل صدور هالقرار بأسبوع تم إيقاف أحد شركات التأمين في السوق السعودي، وهذه كانت أول سابقة. ليش؟ لكانت الشركة هذه 70 إلى 80% موجهة تأمينها على المركبات فقط، فإحنا نخاف الآن أنه في مساهمين ومستثمرين بدأ يخسرون. وإذا ما رأيتي أنه أسعارهم في سوق الأسهم الشركات بدأت تخسر، ما تحقق أرباح. أنت تتحدثين عن شركة اللي شركتين التعاونية وبوبا فقط، هذه الشركات اللي مدرجة وجالسة تحقق أرباح. من الأصل تتحدثين عن 38 إلى 40 شركة خسرانة، هذا أموال مفجعة. بالتالي إحنا نتحدث الشخص في النهاية لما تدفع رقم بسيط لتأمين سيارة، لدينا تلاعب، نعترف أن وكالات السيارات لديهم تلاعب. كل الأنظمة هذه المملكة العربية السعودية بالذات بعد رؤية 2030، الغالب من الأنظمة يا أخوان المواطنين بدأت يعني بعضها كان جدا ضعيف، بعضها كان مسن سابقا، بعضها جديد. أنت تتحدثين عن سوق التأمين طفل واعد في الحكومة، تتحدثين أنه عمره كم 10 سنوات، يعني وفقا للتنظيم الجديد يا أستاذ هشام ستخسر شركات بعض شركات التأمين، لكن بيكون في تنظيم في يعني سوق نعم التأمين وفي مصلحة الجميع في النهاية. وبالتالي الشركات عندما أتت للسوق السعودي ورأت أنه شبابنا 60-70% تتحدثين أنه بالنسبة لقيمة السيارة لقيمة دخل المواطن نسبة وتناسب يا أختي، هذه تعطيك أنه إحنا عندنا كمية طلب هائل مهول. يعني تتوقعين معي والمشاهد البسيط أنه أكثر من 1,000,000 مركبة تدخل لشوارع مدن المملكة العربية السعودية جديدة، أنت تتحدثين أرقام مفجوعة. طيب تتحدثين عن عدد مهول من الحوادث. نعم. طيب وين المسؤولية؟ وين الأموال؟ هذه كلها أموال تهدر. نعم في الاقتصاد. صحيح. يعني نعم. في النهاية المركبة شركة التأمين لما تأمن لك في هي ما تأمن ببلاش أو تأمن في هواء سمك. نعم هواء لكن يعني لو سألتك سؤال أخير ومباشر، هل يعني ما تستفيد شركات التأمين من خلال المبالغ المدفوعة للتأمين من قبل المواطنين حتى بدون يعني ومعاملتهم على أنهم سواء حتى في مسألة الحوادث، هي تعتبر يعني ربحية لها مجدية لنقل؟ لا 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 لا, لا أختي، وهذا خطأ وهذا من أحد المغالطات اللي موجودة الآن في الإعلام. طيب قل لي لا كيف مغالطة؟ نعم. باختصار باختصار شديد أنه الآن الحوادث الشركات جالسة تخسر الحوادث المية جالسة ترتفع الآن، يعني ما يحققوا من وراها أرباح، هذه الأرقام تقول لنا والإيرادات هذه أكبر دليل. البنوك مؤسسة النقد ومشرفة بمعالي طيب هي وقعت في خطأ يا أستاذ هشام، هي وقعت نعم. أساسا في الأول في خطأ عندما ساوت خطأ يا أختي. ساوت هي ساوت الحوادث عندك مرتفعة لكنها ساوت في التعامل مع أصحاب الحوادث المتكررة وغير المتكررة. نحن نتحدث عن إجراءات أخرى، تتحدثين أنه هذا شيء يسمى السجل الحوادث أو السجل المروري لقائد المركبة. نعم نعم. لا ما أتساوى بعمر 16 سنة أو بعمر 22 نعم. سنة ولا بأعمار صحيح ولا بصاحب الحوادث المتكررة لا سمح نعم. الله صحيح. وبالنهاية أنت تتحدثين عن قضاء الله وقدره، وبالتالي لابد عندنا شباب للأسف وأنا أحد منهم، أنصح نفسي أولا في هالأيام المباركة والله يعيدنا ويعيدكم رضا، أنه شبابنا يا شبابنا حرام، نحن من أسوأ 10 دول على مستوى نعم العالم صحيح. يقع فيها حوادث نعم. نفقد أرواح ونحن في نعمة. شكرا لك. في النهاية أتمنى نعم. لكم التوفيق وكل عام وانتم بخير. وانت بخير الصحة وسلامة. شكرا لك الأستاذ هشام المهنة كاتب اقتصادي كان معنا، شكرا جزيلا على مداخلتك، يعطيك العافية.